يعني بدك تاخذ 1.5 مليون فروغ مني انا صديقك واخوك؟ لك يا حبيبي يا ابو حاتم، انت صديقي واخي ودو عيني، بس الصداقه والاخوه والله لحالهم ما بيحلوا المشكله. شو الحكي هذا؟ لك انا اسمع شو رح اقول لك يا ابو بسام. انا 1.5 مليون ما رح اعطيك، واذا ما بدك تسلمني البيت الله يبارك لك فيه، واذا كان القانون اعمى ما بيعرف يفرق بين الظالم والمظلوم فالله كبير وبيعرف يفرق. عن اذنك. لحظه لحظه لا تروح، في شغله بدي اياها منك قبل ما تروح. خير يا سيدي، وانت سيد العارفين، اليوم اخر الشهر وانا بحب صفي زمتي. باخذ حبيبي هاي 100 ليرة اجرة البيت عن شهر، وقع لي هالوصل الزمتي. خود اخلب بيتك، اخلب بيتك، حدا بينصص النعمة؟